صباح الخير، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين، ونعتذر منكم على هاي القطعة الطويلة بالقناة الاساسية، وما جاي ننزل افلام بسبب انه محرم وخدمة، يعني صعبة بمحرم تطلع تصور افلام وتنشر. هاي وحدة، واليوم رايحين يعني بين قوسين عندنا فلوق، هو فلوق هو سفرة، اش تعتبروا اعتبروا، فخلوكم ويانا وخلونا ننتقل، منتظرين الولد يجون. يلا ولس جو. خوش علاسة عود ردنا الكيل تجينا وما اجت ما جبزين. طبعا ما بقى شيء ونوصل وهذول الولد هاي الولد انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ كان في سمك سوالف ثانيه يا مري ايش فيهم عمي ايش فيهم؟ يعني اريد يحكي افا اريد يحكي سواجي انا سويتها. يلا خلينا ننطلق نراويكم الاجواء والله هاي الغراض وحتى هذه كنت نقول سولي من هاكم اجانا وسوي يريد عيش حمر وخلاص عيش حمر وخضر ولا يكون خبز خبز ايش 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 تعال لا هذا ابو درب هذا يشرب هسه بالعام لا تشرب دكه علاوي ولا تبقى بالبيت بس كيلو رد سريع نزل بالعماره شنو انت ردك بالله عليهم علاوي علاوي بالله كل كيلو علاوي طيش طيش بالفيديو ايش مالك انت؟ لا ورا يا ورا عنبر جاي تحسب عنبر جاي عنبر احسن منك؟ شلون مسوي راح مصور؟ انت مسوي زربه؟ انت ممثل زربه ترات في اليوتيوب صار لك 10 وصلنا بلفي السيارة سكت كيلو انت وين قاعد في الاول؟ يا جايبك هنا كيلو هذا البايك كم اسمه حظي شك واحد يبغاك شيء راح منين ناس يجي من بغداد والله هلاوي تعال بعد اخوك تعال بس فتحوا لنا الباب حد يفتح الصندوق كولي حسين لا تفتح الصندوق وصلنا دوك دوك كمان ماي للسياره علاو علاو بس تعال تعال شرحنا على وين رايح للتوالي شو تسوي بوش بوش برد السياره حمه لا 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 بس تعال مشونه نراويكم المكان يعني روعه روعه والله فد منظر كلش حلو يعني تحس بنفسك بتركي من قوس يعني هسه جايين تحس بنفسك بتركيا تقريبا على هذا المنظر بس راح اراويكم لقطات تخبل عزيز حامد هسه احنا حاليا وين؟ تركيا بتركيا قل لهم بتركيا قل لهم بتركيا بتركيا يا معود بتركيا يا معود لا شوف ذني البطوط والله حلوات شوف ذولاك منين عبروا تعال نعبر منا حسين هاي البطوط تفيدك خوش بين الصور بعد شوف ذي شكلها حديقه تخبل الغلاظ ما نزلناهن باعوا الورد كل ها هاي اسمها عين الزبيدات يسكنها هنا الشيخ من الزبيدات طبعا تحياتنا له وبالضبط هاي العين هسه راح اصورها الكام شوف البطوط شلون حلوات منظر يخبر Thank you.
انت ولا قايل لك لاوات يا ولد يا بس سفره زينه اي بعد ضبطت مصورين ناحيه المشره الله ابراهيم انكسر ظهره وعلي حامد القطري بس مشي قرار السيد احمد محمد ويعني احنا اليوم بالجزيره يعني بالجزيره والسفره بيها نكهه يا حبيبي يحكي هواي يعذروني يحكي هواي ونسينا المشوار طيب شنو هي؟ اخوي وعلي كسر شيل عوف الكواليس ما تقول لها سوى الكواليس بالحار شي 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 هاي شوف انت وين لاقي لك لاوات خذي وين لاقي لك لاوات انت سايق ضربه طيب علاوي شوف عدل انت سايق ضربه عمين وين من حط خلوكم ويانا ونراويكم المكان وراح نمشي له بس وقف طين مجال هاي الحديقه والله حلوه هنا نرجع للسير خلونا ندخل قطر انت مصور زربه البارحه قضيت لك امر طالب اطلبه من قرايبك وينك مصور يخلي صورته بالحب وينك مصور زربه انت ولا قايل لك لاوات ما تقول لي لا 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 عليك تعال 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 شوف مال الاتصال افكار اليوم بس شوف معلم تسعد كران تعال شوف لا 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 علاوي افين شوف شوف لا 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 انت مدير تسحب صدق وين لقيت عليك لا بالفيديو بعد تتصور هذه ايه وشنو هذه نادي هذا سمتة هذه هذه سمتي طبعا بدمه ايه وراح نشوي ان شاء الله وبعد شنو هذه سمتي والله ها هاي هنا جايبين هنا لا هذا عنب وهذا موز وهذا سفن وهذا بيبسي والخبز واللبن والطماطة والبصل وكل يعني بين قوسين كل شيء جاهز الكاميرات ايضا ويانا وين ما نروح الكاميرا تخرج وين نفط تخرج كاميرا حامد جهاز يمكن فيديو حولها انت ولا قايل لك لاوات عطلان انت والله كلمت بالك لاوات وهاي هم من نرقيله ترى ما ننساها الاستاذ علي فيحان ترى ما يرتاح اذا ما عنده نرقيله طبعا مدير الرابطه علي فيحان حبيبي ما ادري ايش مالها اليوم انا لا اشمرها بالشط لا اشمر اي بعد ما بيها مجال انت قف شوف عندي جاج علي مدير تعال تعال عمر اهم شيء ها جيتك جيتك اهم شيء العنب انقضوا العنب طبعا هنا راح يبلش الشوي البيبسي ما حتفرغ قبل شو اسمه
عفان انا فرس خاف يطفر شرار هيك على الجماعه. اهم شيء شويه طبعا بروده، هي ما تخلص اذا ماكو بروده بهذا الجو الحار. شو تقول حسوني؟ فجيره طيح لوحده. هسه اغسل القبق، اغسله. لا لا خادم، انا خادم اغسله حبيبي. الكاميرا ما ادري ايش فيها، تعال سويها. عزيزه حامد شو تسوي؟ الله يساعدك الله يساعدك. ايش فيهم؟ اه الطماطه شرده. اه راحت راحت كذا 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 راحت الطماطه وعدي. خاب ذن الثاني. واخيرا كملت السفره. شوف ترى مو ضميدي. بينت بالتصوير. هيدا تخجلنا جم. شو تلبس الماي؟ هذا ماي. يلا حسين ديفيد الان. الله الله الله. شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ انا ما حد يصورني عمي. قاضي هالصور. الان حسون الساعدي. الله الله. تعال يا دوي كفتك. لا بس جيت بس جيت. يلا يلا احمد يلا وحسين. لا حمد راح يطفون النرقي. احمد صور حامد صور حامد شوي. تعالوا تعالوا ها حسين. وين رايحين؟ نعم وين؟ حسين حسين. تعال تعال جيبه. لا ما يصير ما يصير، لازم تكذب. هذا القانون، إذا ما تكذب أنت أمرك طين. شوف شوف. يلا ذنك كذيته. هذا هذا. تعال. كافي. شرى 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 تبطل. كذني. هاي ثاني. ها. ها. تعال تعال هنا. دربالكم. شوفه بالعين. شوفه شوفه. منو يعرف هاي اللعبة؟ ها شو منين طلع؟ ايه 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 ولك كذا بعد ما سيطر عليه راح يطلع من وراك. هذا هذا شوفه منين طلع. تعال على بعد ما يلعب. بطل بطل بطل. شنو كمل؟ تعال كمل كم على اليسار. لا لازم نغطى بالطين هسه. شنو لو بالشمبلان هذا اللي بزز هاي ابراهيم؟ ايش فيك هو شقى؟ اي هذا هاي بعد احنا قانون احنا قانون. طيب مجال على مجذب باب واحد. هاي شنو الطين ما يصير ايش؟ ها عورني هذا عورني. يا وعلي معقوله ما تصير مع اللاوي؟ لا مو بالغض مو بالغض. ها بعد لا شتري. لا 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 صعب علي طقان هنا ولك تظل صعب. لا مشاور ما يصح. هلاك هلاك يا اخي الصور. هلا هلا وش عند الموديل سيتكرر؟ الموديل سيتكرر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ طبعا قضينا وياكم على اكل وجبنا هيك وهيك. هسه حاليا احنا بعين الزبيدات اللي هي عين كبريتيه تقريبا تقع على حدود ايران، تقريبا مو على الحدود كلش. هاي العين الماي مالها كبريتي. كبريتي علاج علاج للجسم مثل الاكزيما البقع الجلديه. صايق صايق يعني هواي هواي امراض. شوف
ايه طيب والله العده حساسيه الله شاهد ترى مو كذب بالقران وذيك العين ذيك العين احنا نسميها عين الله ذيك العين شوفوها عين كبريتيه والله هي العين تقع في محاوله ناحيه المشرح منطقه زبيدات ديري ديجي يجين وانا خادم بعد اشترته من بجيب لك كروه وذيك العين شوفوها قاعد تجري ذيك ها شوفوا حاطه ايده عليها والساقي له موجود وهذا سايقنا حبايب تغدينا وسبحنا وشربنا شاي وعخدت شاي واسي الكرار خمس نلقين عمرها شبع ما تروحون لها كم راح يموت ها علي في حان شونك تعبان ولا تعبان ندش صدق شبين ديك اليوم والله نقص فيتامين ايدش راح علي من علي فوفا والله شيء ماكل برتقال اعطيني خلي اسمه اعطيني مصوره مصور علاوي انا ادرك البرتقال ب 2 ونص علاوي علاوي شبين اللغادي بس طاق السلف مالها هاي المخلفات الحربيه بس والله حاره شو تريد تاخذ هالصوره ها ابراهيم يمسي ها يمسي لا لا هنا لقيت هوايه انا ذيك المره لقيت حتى طلق هنا هاي وحده هاي وحده هاي وحده ذات تردونها وهاي طلقه ما زربه ما تشلف هاي اطلع لكم اياها هاي ما طاق قلن لا تردون صورونها واخرب بس لا تنزلون جوا هنا لا تنزلون البطن هذا ها لقيت وحدة البحث جار على شنو حسون البحث ابويا على الغام وبعد الصواريخ ايه هاي وحدة هاي وحدة شوف هاي شنو هاي هذا شو اسمه الراس مال الصاروخ اي بس والله حار اوي يوتوي شباب حاليا قضينا غير الصاروخ ما طياره هذا شو مطير هذا مو طياره هذا ما ليش شنو ما صار لا مو طياره صاروخ ما طياره اه ما حلو لا طب جوا سيد كرار ترى هذا يجيب الشر اوقف اوقف اخ الله حسين حسين اوقف تعال خلنا نصوره تعال هذا صاروخ طبعا طاق بالله ابو علي هذا اثنين ذن اثنين هذا خاف ما طاق ما طاق حسين شنو هذا طاق والله يلا سيد كرار يلا سين طينه 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 اه اوه بس يتوي اوي بعلي يتوي لا صبر رايه تعبتنا عين وقلوب رايه ولي سمها كل منك عجب وصب ميله وقصة عن عدو صلبيلة